مساء الخير على حضرتك. يوسف القرضاوي قال روحوا للجماعة والجماعة اتحركوا، اعملوا عمليات، اقتلوا الناس، ما فيش مشكلة، حتى لو في اي حد يروح يروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وقل جاء الحق وزاغ الباطل إن الباطل كان زهوقا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرسول الذي حضنا على قولة الحق للحق، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه، ورضي الله تبارك وتعالى عن الشهداء، وحمى الله تعالى جيشنا الباسل وشرطتنا المدنية، آمين. وبعد، فبدأ ذي بدء إن الله تعالى في قرآنه المجيد حرم وجرم الاعتداء على الجيش وعلى الشرطة المدنية، ولعل هذه المعلومة تكون جديدة على مشاهدين ومتابعين. لنقرأ قول الله تعالى في سورة الأحزاب: إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما قفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أما عن سبب ما رواه ابن هشام في السيرة بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جماعة يثبطون ويخزلون وينشرون الإشاعات ويخططون المؤامرات لإرجاف الجيش، ولذلك تسمى جريمة الإرجاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما وأمره أن يعاقبهم أشد العقاب. الإرهاب والإرعاب كله المتسبب والمباشر كما قال الفقهاء. لنقرأ قول الله تعالى التي يعمى عنها من يعمى، قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، من سورة البقرة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها تاجرها ولا يتحاشاها فلست منه وليس مني. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. يوسفني أن أقول أن ما ينسب إلى الدكتور القرضاوي، وهو من المفترض أن يكون وقافا عند حدود الله عالما بالفقه الإسلامي، أنه يعلم أن في الفقه الإسلامي، هو تخصصي في جامعة الأزهر، أن هناك جرائم الصيال يعني الوثوب والاستطالة على الناس بإشهار السلاح أيا كانت البواعث والدوافع، وهو أمر محرم مجرم. وهناك جريمة الحرابة، وهي قطع الطرق وإخافة الناس وإشاعة الرعب، وهذا أمر محرم مجرم، كما قال ربنا في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهناك جريمة البغي، وهي الخروج على النظام العام للدولة. قال الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعلم من هذا كله أن المحرض كالمباشر، وهم شركاء في الإثم. فإذا حرض إنسان سواء عن علم أو جهل أو عن عمد أو عن خطأ على غراقة الدماء، إتلاف الأموال، انتهاك الأعراض،
هذه من الجرائم الكبرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. فنبرأ من قول الزور ومن إفك الزور ومن الاستجابة للمخططات التي تريد إنهاك وإضعاف الوطن، ولكن مصر بجيشها الباسل وشرطتها المدنية وبأزهرها الشريف وبكنيستها على قلب رجل واحد مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع جيش الباسل، وهذه العمليات التي في احتضار الجماعات الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة لن تنال من عزمنا ولا من إعمار وطننا ولا من الوقوف جبهة واحدة وراء مؤسساتنا في مصرنا الحبيبة. دكتور أحمد كريم بشكرك شكرا جزيلا. دكتور محي الدين عفيف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مساء الخير على حضرتك. الشريعة الإسلامية وحفظ دماء البشرية، ولكن نجد